بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أعاد علينا جمعنا هذا ولقاءنا هذا في حلقة جديدة من برنامجكم رمضان كريم. نرجوه سبحانه وتعالى أن يعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخلد. ثم أقول وبالله التوفيق، نواصل محاولة تفسير أو شرح مقولة الإمام علي كرم الله وجهه عندما فسر كلمة التقوى، فقال كرم الله وجهه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. يوم الرحيل هو يوم الموت. تجمو تقولوا توش دخلنا في الموت وإحنا في رمضان ونحب نفرح وكذا، لا لابد. إحنا قلنا من الأول ليلة أن الإنسان بين قطبين الخوف والرجاء، لابد من أن نستعد لهذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: واستعدوا لليلة صبحها يوم القيامة. يعني الإنسان يجب عليه أن يستعد لتلك الليلة التي سيبقاها في القبر، ليلة واحدة صبحها يوم القيامة. ولكن الفرق ما بين ذلك الصبح وصبحنا اليوم، صبحنا في الدنيا يؤذن المؤذن ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. أما هناك فالمؤذن يصيح ويدعو هيا على النشور، حي على البعث، حي على الميزان، حي على الصراط، حي إلى النار أو إلى الجنة. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب الجنة بإذنه سبحانه وتعالى ورحمته. فلا بد من أن نستعد. الموت باب كل الناس داخله. المولى سبحانه وتعالى يقرر في كتابه العزيز ويقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. ويخاطب حبيبه ومصطفاه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم ويقول له: إنك ميت وإنهم ميتون. فلو كان الخلود في هذه الدنيا جائزا لجاز إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولكنه مات وقال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فصلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من اخترت الرفيق الأعلى. واستعدوا لليلة صبحها يوم القيامة. نستعد أيها الإخوة الكرام أولا وقبل كل شيء بأن نتمكن
من تقوى الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، ومن تمكن تقوى الله سبحانه وتعالى في قلوبنا أن نتكل على رحمته وعفوه وغفرانه سبحانه وتعالى، ثم على أعمالنا، لأن أعمالنا في الحقيقة ليست هي التي ستكون ذخرنا يوم القيامة. ذخرنا الحقيقي هو رحمة الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ما أعمالكم بالتي تدخلكم الجنة؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا رسول الله، فماذا نقول نحن؟ يحكى أنه كان في من كان قبله في بني إسرائيل رجل عابد، عبد الله سبحانه وتعالى 70 عاما، وفي ليلة من الليالي رأى فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت، والمنادي ينادي على كل شخص بمفرده. فعندما جاء دوره وتصحف كتابه وجد الله سبحانه وتعالى حسناته أكثر من سيئاته، فقال سبحانه وتعالى: أدخلوه الجنة برحمتي. فقال العالم العابد: بل أدخلها بعملي. ماذا كان رد العلي القدير سبحانه وتعالى؟ قال له: لم ترد أن أحاسبك برحمتي، سأحاسبك بعدلي. خذوا عينه، ضعوها في كفة الميزان، ضعوا عمل 70 عاما في الكفة الأخرى، فرجحت كفة العين. فاستيقظ الرجل من نومه فزعا وهو يقول: برحمتك يا ربي، برحمتك يا ربي، برحمتك يا ربي. فلنستعد أيها الأخوة الكرام برحمة الله وبعملنا، لأنه كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا وقبور المسلمين روضة من رياض جناتك يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا رب العالمين. نعود بعد فاصل قصير بإذن الله سبحانه وتعالى. القبر أول منازل الآخرة، إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة. يقول لنا سيدنا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان بمجرد أن يوضع في قبره فتعود إليه روحه، فيسمع وقع نعال أهله وهم يغادرون المقبرة، ويأتيه الملكان فيأتيان من قبل رأسه فتقوم الصلاة: خليا عنه، فقد أداني على أكمل وجه. فيأتيانه عن اليمين فتقوم الزكاة، عن اليسار الصوم والحج، تحت قدميه الأعمال الصالحة، صلة الرحم، فيقولان له: قم لنسألك. فيقول: خليا عني حتى أصلي ركعتين. فيقولان: حتى في القبر تصلي؟ فيقول: كيف لا أصلي وهي التي ستمنعني بإذن الله ورحمته من عذاب القبر. فيسألان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ومن رسولك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. وما دينك؟ فيقول: دنيا الإسلام. قال: فيوسو عليه في قبره مد بصره، ويفتح له باب في قبره ويقال له: هذا مقامك في الجنة. يعرض عليه غدوا وعشيا، من شدة فرحه يقول: اللهم أقم الساعة، اللهم أقم الساعة. باش وصل لهالدرجة هذه باستعداده في الحياة. باستعداده بماذا؟ بالأعمال الصالحة. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن كل يوم من الأيام ينادي ابن آدم
ويقول له يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإنني لن أعود إلى يوم القيامة. يا ابن آدم، في حكمة من الحكم، يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا مضى يوم مضى بعضك، فعليك أن تغتنم الفرصة ما دمت حيا. وهناك أحد العلماء قال لو نجرب بعدما ندفن أحد موتانا، يقف أحدنا في باب المقبرة ويسأل الخارجين منها، هل تريد أن تكون مكان هذا الميت؟ طبعا سيقول لا، لا أريد أن أكون مكانه. ها أنت لست في مكانه، ها أن الله سبحانه وتعالى أعطاك الفرصة من جديد لتعود إليه، لتعمل، لتتقرب منه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. ما ثماش آية في القرآن الكريم ذكر فيها ربي سبحانه وتعالى الإيمان إلا وقرنه بالعمل الصالح. لماذا؟ لأن العمل الصالح هو التطبيق الفعلي لله للإيمان الذي هو مقره القلب. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. لابد من العمل، إيمان في القلب لا ينفع، لابد أن يخرج إلى حيز التطبيق. والأعمال الصالحة مش كيف ما يظنوا برشا ناس تقتصر على الصلاة والصوم والحج والزكاة، لا، هذه أعمال صالحة لا محالة، ولكن هذه أعمال خاصة بالإنسان إذا لم تنعكس على حياته الخارجية، على علاقته بالناس، على علاقته بوالديه، على علاقته بزوجه، على علاقتها بزوجها، على علاقته بأولاده، على علاقته بأولادها، على علاقته بجيرانه، على علاقتها بجيرانها، على علاقته بأجرائه، على علاقته بمستأجره، على علاقة المحكومين بحاكمهم، على علاقة الحاكم بمحكوميه. إذا لم تنعكس هذه الانعكاس اللازم فنحن لا نتدخل في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، فهذه تخصك. سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حتى التبسم في وجه أخيك صدقة. يزينا بالتكشير، احنا توا في رمضان العباد كلها تقامت غشة، العباد كلها اللي الطب ينوض، وانا ما نحبوش هكايا. احنا راهو رمضان ربي سبحانه وتعالى عمله لنعود اليه، لا لنسهر الى ساعة متأخرة من الليل ونقوم في الصباح ونحن كسالى. شيء طبيعي، مانيش ماشي نخدم عمل كما يجب. تبدأ علاقتي متوترة من العباد لأن أعصابي متوترة من قلة النوم، وهذا ليس من العمل الصالح. تبسمك في وجه أخيك صدقة. ولو أن تملأ، قال صلى الله عليه وسلم، ولو أن تملأ دلو أخيك ماء، ولو أن تساعد شخصا كبيرا لتحمله على دابته، على سيارته، هذه كلها أعمال صالحة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا من خرج في قضاء حاجة أخيه كتبت له بكل خطوة يخطوها حسنة، وحطت عنه بكل خطوة يخطوها سيئة، قضى الحاجة أم لم يقضها. فصلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. ثم هل الأعمال الصالحة هذه برمتها بأكملها بجانبها التعبد وبجانبها المعاملات، هذه كلها يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. أن يكون شعارنا جميعا أيها الأخوة الكرام،
أيتها الأخوات الكريمات، شعارنا أمر الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل حياتك بجميع مكوناتها، بصلاتها وتقربها من ذبائح، وحياتك وموتك كلها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وأن تعتبر نفسك أول المسلمين، هذا كله من قبيل الاستعداد ليوم الرحيل، ليوم أن نفارق هذه الدنيا ونذهب إلى ذلك المكان الذي يكون بين الدنيا والآخرة، وهو البرزخ، الذي يكون إما روح وريحان وإما والعياذ بالله غير ذلك من الأمور. وقانا الله سبحانه وتعالى وإياكم من أليم عقابه، وإلى لقاء مقبل بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.